عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ فيديو ديال اليوم كاع الفنانات المغنيات المطربات اصحاب القنوات كان البارح شعرهم قصير وفجاه فاقوا الصباح ولقاو شعرهم طويل، والناس كاملين كيسولوهم على سر صفاء ونضاره وقوه شعرهن. المهم ندخل لكم في الموضوع. كيما شفتوا هاد الصباح فيسبوك انستغرام يوتيوب كلشي الفنانات ديالنا مدينهم صفاء حبيركو، دنيا بطمه، سارة ابو جاد عندها قناة، بزاف ديك صاحبة باباها ولا ما عرفتش حاجة بحال هكا. المهم بزاف ديال القنوات اللي هما كبيرة ومعروفة وهذا ناضوا هاد الصباح كلهم كيهضروا على داك لوف هير بانه هو اللي نقد لهم الشعر ديالهم، بان ديك البواطة بقاو فيها شي خمسة الحبات. في نظركم علاش كاملين دقه واحدة فوق هاد الصباح وهذا؟ شوفوا الاشهار ما عمره ما كان عيب، عمر الاشهار ما كان عيب، وانا ما كان عيبش على حتى شي وحدة كدير اشهار ديال الانستغرام او اليوتيوب او لا، بالعكس حتى شي حاجه. ولكن كل حاجه حشومه انكم تنوضوا تشدوا داك البرودوي وتشدوه تبقاو ديروا ليه الاشهار كي شديتوه كي ديروا ليه الاشهار. انا ما كنحكمش وما كنعممش، ولكن الغريب في الامر انكم كاملين فقتوا الصباح حتى احسن من بيوتي باي امينه حتى في الانستغرام ديالها كلشي هذا. راه كاينين بنات، انا بغيت يعني تراعي والله، كاينين بنات اللي كتكون مسكينه عندها مشكل كبير في شعرها وكتجي كتكون جامعه مسكينه واحد 200 درهم ولا 300، كتشوف كنتي حطيتي هذاك وانت راكي مهليه في شعرك برودويات اخرين ولا خليقه راه ليه زين ولا خليقه، كتجي وحده كتقول لك بهذا البرودوي غزال هو اللي نقد ليا شعري وهذا، دخلوا لهذا الكود برومو راه كاين هنا. انت كتدخلي كتصيفطي، انت راه دايره اشهار داك البرودوي اصلا ما واكله ما غاديش تاكل ليا اصلا. داكشي علاش انا بغيت نوجه هاد الرساله هذه. شوف انا ما كنعممش، راه انا نقدر نجي نحل مثلا حل المجر ديالي ونقول لك شي هاد الشارجور نبقى نشكر فيه من هنا حتى الصباح، وكان شارجور غزال وزوين لانني فعلا جربته وحتى وشاريه بفلوسي. وحتى الا كان مثلا واحد الانسان عطاه ليا اكس عطاه ليا قال لي ديري لي الاشهار مثلا، كنهضروا على برودوي ديال الوجه، انا ما غنشدش. انا علاش كنعيب؟ ملي تبغي ديروا اشهار جربوه، جربوه البنات. مثلا انا جربته وعطاني نتيجه زوينه بصح غنقول فعلا هاد البرودوي زوين، ولكن الا جربته عطاني نتيجه خايبه دخس عليكم بالله، واش انا شاداه وخرج ليا على كمرتي وخرج ليا على شهري ونبقى عليكم يا غزال وكيحمق وزوين وكذا 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 وكذا؟ حرام كاع، حرام فيت هذيك الهضره. واش انا غنشكر واحد البرودوي؟ ولكن انا حتى انا هذوك البنات انا ماشي انا كاينه معاهم في دارهم يعني باش انني غادي نقول لكم لا تقليد عليا انني هما ما جربوش، لا. ولكن انا اللي استغربت راه اليوتيوب كامل، كنظن ان كاع العيالات لاحظوا هذه القضيه، اليوتيوب والانستغرام كامل 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 وبدون استثناء كيهضر على كلهم شادين داك البرودوي، شاديك ثلاثه ديال البواطات غوز وكيقول لك الا خديتي الاولى وخديتي الثانيه وخديتي الثالثه غتقام عليك ب 200 درهم البواطه وطاطا وطاطا وطاطا، يعني شي حاجه اللي غريبه عجيبه. كنعاود ناكد راه حتى انا نقدر نجي نقول لك شوفوا هاد الشامبوان خديتوه غزال، ولكن الا ما جربتوش واحد الحاجه حرام عليكم، ما تضيعوش بنات الناس في رزقهم وتمشيو تقدروا الاشهار لشي حاجه اللي ما كايناش. وزائد واحد الحاجه واحده اخرى، ماشي اي حاجه تشوفوها البنات في اليوتيوب تقولوا راه هذيك هي الحقيقه المره. دائما كننوه لهاد القضيه هذه، كاينين هاد اليوتيوب هذا راه نوافذ محلوله على البيوت ديال عباد الله. كاينه وحده مسكينه كتجي كتقول لك ناري شوف هذيك كيفاش عايشه، شوف هذيك دارها كيفاش دايره، وهي راه الاخرى هذيك اللي دايره راه عن الله شنو المشاكل اللي عندها، عن الله تلقى داكشي غير كريديات اولا ظروفها ما شنو عندك انت واحد الحاجه هي ما عندهاش، اولا كيوليو يتحلوا لها عينيها على حوايج وحدين اخرين، تبغي تقدر تسرق تقدر تخرج الطريق تقدر بزاف ديال الحوايج. ماشي اي حاجه نشوفوها في اليوتيوب نوضوا نقولوا لا راه هذيك هي يعني هي هذيك نيشان، لا. عطانا ربي واحد العقل نخمو به ونفكروا به قبل ما نحطوا قبل ما نديروا اي تصرف، قبل ما نحلوا عينينا على اي حاجه. اليوتيوب كيفوج كي روتينات ديال التنظيف كيحمسونا بزاف، كيحمسونا بزاف مني انا كنتحمس ملي كنتفرج فيهم. لي فلوغ كنكتشفوا شي بلايص بعض المرات والله الا كتكوني في مدينتك وكتكون شي بلاصه انت والله ما شايفاها. لي ماسك ديال الوجه كنتعلموا بزاف د الحوايج. جربي ما تقتيش جربي في بلايص وحدين اخرين عاد، ولكن راه باينه الوصفه اللي زوينه وباين القنوات اللي كيحطوا وصفات زوينين، وانا قسم بالله الا اي وصفه كنجربها قدامكم كنكون حتى كنكون مجرباها متاكده منها. وفعلا انا كندير غير كريمات ديال الترطيب، ما كنديرش حتى شي كريمات ديال التبييض ولا شي حاجه، كندير الوصفات الطبيعيه فقط لا لوجهي لا لشعري لا حتى شي حاجه، كلشي كنديرو طبيعي وقدامكم دائما في لي فيديو. يعني راعي واتقوا الله في بنات الناس في اليوتيوب، راه كيتفرجوا فينا مراهقات
تقدر تشوف شي حوايج. مشترياتي مشترياتي مشترياتي، راه نقدر مثلا راه ما عرف كون جاب بنادم يجبد اي حاجه عنده هذا راه ما كنجبدو، وبعض المرات كنحاول ما امكن مثلا ما كندير لكم مشتريات ديال ولادي ولا شي حاجه الا باش تستافدوا نوع ديال لي بروموسيون اللي كاين. اولا حتى انا ندي معايا دائما كنقولها لكم بان حتى فاش كنشري ولادي ما كاين ما نبين حتى شي حاجه اللي زوينه، راكم عارفين الحوايج الدراري ما فيهم لا منظر لا حتى شي حاجه، حوايج عاديين، ولكن كنحاول انني نبارطاجي معكم هميزات، نقول لكم ها فين كاينين الهميزات. مؤخرا ما بقاوش الناس كياخذوا، يعني ملي كنقول لكم مثلا خذوا خديت حوايج من ال سي واي كيكي اولا كيابي اولا انا شفتوش غلطين، راه ال سي واي كيكي راه تقدري تاخذي داك الثمن اللي كتاخذي في ال سي واي كيكي رخص من داكشي اللي كتاخذي في القصاريه. راه الناس غالطين كتحبطوا بال سي واي كيكي ولا كيابي، راه ماركه واعره وغاليه فعلا، فيها الجوده وفيها الكاليتي والثمن راه رخيص من القصاريه، راه تقدري تاخذي تجين من تما ب70 درهم ب60 درهم، والله الا واحد المره خديت تجينات ولادي ب40 درهم، وفي القصاريه ديال دربكم ديال الحومه ديال مدينتكم ديال السوق غادي تمشي غادي تشري تجين ب2400، ما غاديش تشري بقل من 2400، كيطمن ما غاتشريهاش قل من 4000 ريال، غير باش نكونوا متفقين. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يعجبكم، وخاصنا نوعوا ونفكروا قبل ما نشوفوا اي برودوي اي حاجه كيديروا لها الناس الاشهار. كلشي باين كلشي باين، غير حلوا عيناتكم. كنتمنى ان الفيديو هذا يكون خفيف ظريف على قلبكم. تهلاو فراسكم حتى الفيديو الجاي. السلام عليكم.